بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. نشكر الله ثم نشكر المتبرعين ثم نشكر لأهل الخير. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بير ما صدق جاري عن المرحوم عادل حسن أبو الحيجة رحمه الله من تمرة، نوع البير الارتوازي بإشراف تراحم سنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووص مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم تقبل هذه الصدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.